لو انت طالب في كلية الزراعة او معهد عالي او حديث التخرج من كلية الزراعة او معهد العالي وعاوز تشتغل مهندس زراعي في مزارع الفاكهة، الفيديو ده مهم ليك. هنقول تفاصيل كتيرة وازاي تبدأ حياتك العملية وانت لسه في اولى كلية او اولى معهد. تابع الفيديو للنهاية ان شاء الله، هنقول تفاصيل كتير. رجعنا لكم بعد الفاصل، انا دكتور فرج ابو الليل. هندردش النهارده ازاي تكون مهندس زراعي كويس في مزارع الفاكهه وازاي تبدا حياتك العمليه وانت لسه في الكليه. لو انت لسه في اولى كليه او اولى معهد، هتحط هدف، انت عاوز ايه في البدايه؟ يعني انا عاوز اشتغل ايه او ميولي ايه؟ يعني انا مثلا بحب مزارع الفاكهه، ليه؟ مزارع الفاكهه سهله في الشغل والعماله هعرف اسيطر عليها، اما مزارع الخضار بتحتاج عماله كثيفه ومشاكلها اكتر لانه الامراض فيها اكتر، فبالتالي التعرض للضربات فيها اكتر. مزارع الفاكهه المشاكل فيها اقل، انك تتعامل مع شجره، اما الثانيه بتتعامل مع محصول صغير والامراض فيها كتير. مش عشان يعني الفاكهه ما فيهاش امراض، لا فيها امراض، بس احنا بنقول الاداره في مزارع الفاكهه اخف من ايه؟ مزارع الخضار او البساتين. طيب لو انت لسه في اولى كليه، اول حاجه احطها في دماغي انا عاوز ايه او انا ميولي ايه، بحب ايه. خلاص انا حددت هدفي، وافترض انك انت حددتها مزارع الفاكهه وهتشتغل مهندس زراعي في ايه مزارع الفاكهه، هعمل ايه من اولى كليه؟ هبدا لازم في الاجازه انزل تدريب او حتى في اي مزرعه او لو حتى ببلاش، لاما تدور على حد يشوف لك الفرصه دي هي من المحيط اللي حواليك، او تشوف مزارع بتعمل اعلانات في اهرام الجمعه الوسيط. لو انا نزلت مثلا على الصفحه او اي حد زميل نزل على الصفحه بتاعته، فبالتالي هتشوف معظم المزارع اللي طالبه. طب هي طالبه مهندسين ومش طالبه حد يتدرب، يبقى انا اروح اعرض عليهم خدماتي، اقول لهم انا عاوز اتدرب بدون اي مقابل عشان اعرف. طيب لو انا ما لقيتش، طب عاوز اتدرب نظري، يبقى لازم اشوف برضو مراكز البحثيه والجامعات ساعات بتنزل دورات تدريبيه، بحيث حتى يبقى عندي تخيل الفاكهه اللي هشتغل عليها اسمائها ايه، او الفاكهه المنتشره في المنطقه ايه. تمام. طب ما لقيتش، الحاجه اللي ممكن تعملها ولازم تعملها انك تاخد بعضك كده وتروح لاما اسكندريه الصحراوي، تاخده من اوله لغايه اخره، تعدي على المزارع وتشوفهم وتشوف المهندسين اللي هناك او الدكاتره اللي بيشرفوا عليها، وتقول لهم انا عاوز انزل معاكم تدريب بدون اي مقابل. ده بالنسبه لك انت في الاجازه. انا عارف ان هيكون عبء عليك لو انت مثلا بتشتغل عشان تكمل التعليم بتاعك او تصرف على نفسك، بس برضو ده هو المستقبل بتاعك. لو ضحيت بموسم مثلا او ضحيت بترم او سنه بسيطه ما اشتغلش فيها واعتمدت على والدي بس خدت تدريب كويس، بعد ما اتخرج مش هعتمد على والدي او اعتمد على اي حد، هطلع اشتغل على طول. ليه؟ انا خلاص انا خدت تدريب، والناس بتحب الناس اللي عندها فكر وشغاله. تمام. طيب ايه حاجه تانية ممكن اعملها وانا لسه طالب؟ ابدا ادون وانا بدرس كل محصول فاكهه بيزرع امتى، بيترش بالمبيد الفلاني امتى، بيتحصد امتى، دي حاجه اساسيه، وبيتقلم امتى. خليك فين في الحاجات الايه الاساسيه بس، لغايه ما ندخل في التفاصيل لما تروح المزرعه وازاي هتشتغل فيها. طيب ابدا اعمل مذكره، يعني زي المذكره دي هي معموله، دي المذكره دي فيها مصطلحات كل معظم المصطلحات الزراعيه، ساعات بحتاجها ببص فيها عشان اشوف المصطلح اللي غايب عني. دي حلو، انا هتعمل مذكره زي كده، المذكره هتعمل فيها مذكره او مفكره للمحاصيل الفاكهه لاشجار الفاكهه، تكتب مثلا المحصول الاول التفاح، التفاح بيتزرع امتى وانواعه اللي بيتزرع بيها ايه، وطريقه الزراعه سواء كنت بتعقله ونوع العقله اللي هتزرعها ايه. تمام. طيب وهتشتله امتى، ميعاد الزراعه امتى بتاعته. تمام. وميعاد التقليم امتى وطريقه التقليم لازم تعرفها نظري حتى الاول. احنا قلنا ايه؟ انت لسه في اولى كليه، هتدون الحاجات دي نظريه، تكتبها فين؟ في المفكره بتاعتك.
بعد ما خلصت المفكره بتاعتي هتلقى على فكره في مفكرات، يعني انا معايا مفكره ممكن المره الجايه اجيبها لكم واعرضها عليكم، مفكره قديمه جدا بس جيده جدا، يعني ممكن تشيل منها اسماء المولودات القديمه وصالحه لكل زمان ومكان. مفكره عاملها مهندس زراعي كانت ايام ما كانت وزاره الزراعه اسمها وزاره الاصلاح او حاجه زي كده، يعني من القرن ال 19 1920 1900 وكسور يعني، تمام. بس مفكره رهيبه جدا فيها كل التفاصيل حتى لو نقيت العفش. طب انا ما لقيتش، انا يعني المفكره دي هي لقيتها في كتب قديمه في سور الازبكيه، وانا بلف على الكتب القديمه كتب القصص والروايات لقيتها هناك موجوده واحتفظت بيها، ما زالت موجوده معايا. بس انا عملت مفكرتي الخاصه، ليه؟ الموجودات اتحدثت والطرق اتحدثت، طرق الشغل. يعني زمان مثلا كان هو بيعتمد على ايه؟ ان المفكره دي هي في الري الري العادي اللي هو الري بالغمر، دلوقتي في ري بالرش وري بالتنقيط وري بالسبرينجر، يعني مختلف. فنظم الري هتجبرك انك لازم تعرف النظام الجديد ازاي اسمي تحت نظم الري. طب هو كاتب في الكتاب انك هتحط تكبيش تحت الاشجار؟ لا طبعا، ده الشغل هنا هو تسميد بالسمادات، يعني تحط في السماده وتشغل الميه وينزل مع الميه في السماده، فبالتالي الشغل مختلف. طيب ايه الحاجه الثالثه اللي ممكن اعملها؟ على فكره انا مش كاتب حاجات معينه، احنا بندردش مع بعض، تمام. فاللي عنده حاجه عاوز يستفسر عنها برضه يكتب تحت الفيديو واحنا هنرد عليه يعني، تمام. لو انا الحاجه الثالثه اللي عاوز اعملها ايه؟ يبقى احنا قلنا الحاجه الاولانيه لازم انزل تدريب، لا اما اشوف اي حد انزل فيه عنده مزارع، لا اما انا الف على المزارع الموجوده في اسكندريه الصحراوي او اسماعيليه الصحراوي او السويس الصحراوي، موجوده كلها فيها مزارع كتير، تمام. عاوز اشوف الاعلانات في الجمهوريه او الاهرام الجمعه بالذات، والوسيط موجود، تمام. والانترنت دلوقتي ما خلاش حاجه، يعني هتعمل سيرش مهندس زراعي، انت انا عارف انك انت مش هتشتغل مهندس زراعي، هو مش هيشغلك اصلا انك ما اتخرجتش، لا انت هتعرف الاماكن اللي طالبوا مهندسين زراعيين وتعرض عليهم خدماتك ببلاش، انا عاوز اتدرب مع المهندس اللي هتجيبه جديد ده، تمام. وتروح تتدرب الثلاث اشهر حتى لو هتدفع من جيبك فلوس، عشان ايه؟ تتدرب في مزارع هتديك فلوس، ليه؟ هتشتغل يعني، ما هتديك المواصلات بتاعتك واكلك وشربك، يعني برضه مش هتخسر حاجه، تمام؟ يعني مش هتدفع من جيبك حاجه، بل بالعكس. وانت هناك قلنا ايه؟ هتاخد اجنده معاك. اجنده معاك تكتب اليوم الفلاني المحصول الفلاني. كل يوم بيوم تشوف بيعملوا ايه وتكتبه. كل التفاصيل. حتى لو نقوا حبة عفش من تحت الأشجار أو نجيلة، تقول نقوا نجيلة من تحت الأشجار في اليوم الفلاني، شالوا العفش من تحت كذا في اليوم الفلاني، تمام. احنا هنتكلم بالتفاصيل المملة عن كل محصول عن خدمته في مزارع الفاكهة، يعني ما تقلقوش، هنعمل فيديوهات دي هي وهنكمل فيها ان شاء الله بالسلسلة دي. يعني هي سلسلة انا عاملها لوجه الله ان شاء الله، يا ربنا يا ربي جزينا خير يا رب. فالمزارع الفاكهه شغلها مضمون 100% سواء هنا او في الدول ايه العربيه، ما فيش اي حد بياخد مزرعه الا ما بيعمل فيها سكشن للفاكهه، حتى لو هيشتغل فيها خضار، تمام. ليه؟ الفاكهه اساسي في اي مكان، حتى لو هيعمل فيلا في بتاعته لازم هيعمل لاما مكان للعنب او مكان للتفاح او مكان للخوخ او مكان للمانجا او الزيتون، على حسب ما ايه ما هينوع الشغل بتاعه. يبقى قلنا انت كمهندس زراعي لسه حديث التخرج هتعمل ايه لو انت حديث تخرج؟ احنا قلنا لو انت مش حديث تخرج هتبدا تتدرب. اللي لسه حديث تخرج برضه لازم هيكون اوريدي نزل تدريب. لو نزل تدريب يبقى يشوف الاعلانات ويقدم كمهندس على طول. ويروح. حتى لو هيدوله مبلغ بسيط لازم يروح. ليه؟ هيحتك بالعمال، يحتك بالشغل، يحتك بمشاكله، فبالتالي هيعرف. لانك انت بالنظري مش هتعرف. طب انت خلاص كونت مذكرتك وانت في الكليه، اي الدكتور بيجي لك بيدرسك مثلا الفاكهه بتدردش معاه، انت برضو لازم تكون ايه؟ عاوز حاجه، اللي عاوز حاجه بيبدا يقول له مثلا طب هنزرعها امتى يا دكتور؟ طب هنعملها لو هعقلها ازاي؟ لو هقلمها اي نوع من انواع التقليم؟ تمام؟ والتقليم امتى؟
عشان شجره ما تنزفش، ولو هطعم هطعم ازاي يعني، ده كله لازم يكون ايه عارفه. وانواع التفاح الموجود مثلا، لو انت هتشتغل التفاح سواء تفاح انا او تفاح جولدن دلش على حسب ايه الموجود. معظم اللي مزروع في عندنا في وصلح عندنا في الجو بتاعنا في اسكندريه هو التفاح انا. لو مثلا هتشتغل على الخوخ، معظم اللي هتشغل الخوخ الموجود، الخوخ العرايشي الموجود بتاع سينا، او السكري، او الفلوريدا برنس على نيماجاردا، على حسب النوع اللي هتشتغل عليه تبدا تكون معلوماتك عليه. طيب دلوقتي انت كونت مفكرتك واتخرجت من الكليه، واحنا قلنا حاطين هدفنا ان نشتغل في مزارع الفاكهه، هعمل ايه؟ اروح ماسك اي اعلان بينزل اقدم عليه. هتتابع الاعلانات ازاي؟ على الاهرام الجمعه بالذات الوسيط بينزل كتير، اي صفحات موجوده على الانترنت فيها بتختص بالزراعه فيسبوك او انترنت اشترك فيها، مش هتضرك في حاجه، انت يلا هتعمل اشتراك مش هتعملك حاجه، تمام؟ بل بالعكس ممكن تاخد معلومه من اي حد. يعني انا مشترك في صفحات اجنبيه ساعات بينزلوا شغل مختلف انا ما شفتوش. معظم الشغل اللي في مصر معظمه 90% انا اشتغلته بايدي، فبالتالي يعني مش مشترك في صفحات عربيه كتير. بس عشان انت تشتغل اشترك في الصفحات المصريه ليه او العربيه. ساعات ممكن حد يكتب في على الصفحه بتاعته مطلوب مهندس زراعه في الحته الفلانيه، روح قدم، تمام؟ هياخدوا مين بقى؟ ياخدوا اللي عنده خبره، تقول لهم انا اتدربت في المزرعه الفلانيه ومعايا حتى لو ما معكش شهاده، تقول له في مزرعه فلان الفلاني وفي الحته الفلانيه، يقول لك اشتغلت ايه؟ هتقول له اشتغلت كذا وكذا وكذا، طب عملت ايه؟ اصل بيعمل لك الاختبار ده هو لا اما دكتور لا اما مهندس زراعي لا اما حد اوير بالشغلانه يعني، تمام؟ لدرجه ان حتى في الاختبارات اللي كانوا عاملينها القوات المسلحه عشان ياخدوا ناس في تشتغل في اللاندسكيب كانوا بيبصوا على ايديهم، لو ايديهم ناعمه الناس مش ما بتشتغلش، عمرها ما شافت الشغل. ليه؟ في المزرعه ايديك هتنشف من الشغل، ساعات تيجي عليها حبه ميه، تيجي عليها حبه تراب، هتجف شويه، تمام؟ يعني مش هتعملها بكريم مثلا وتدهنها يعني، انت شغال مع ارض، فبالتالي ايدك ايه؟ هم اختبار جميل جدا يعني، وسهل انك تكشف الراجل شغال ومش مش شغال، فهو هيسالك تفاصيل فهيعرف انك انت شغال ولا لا، تمام؟ طيب انزلت مزارع فاكهه وانا لسه مبتدئ، احنا دلوقتي كلنا مش بنتكلم على المهندس الزراعي البروفيشنال. البروفيشنال ده جاي بعدين، هنتكلم في كل محصول على حده وازاي هتتعامل مع كل محصول من اول زراعته لغايه حصاده. طيب انا دلوقتي ايه؟ مهندس زراعي مبتدئ وراح مزرعه، ما تخضش، اتعامل عادي بس ما اقولش معلومه انا مش عارفها. بمعنى لو قلت معلومه انت مش عارفها وتسببت في مشكله هتشيل المشكلة دي للأبد، ولو اشتهرت بين الأماكن إنك أنت ما عندكش خبرة خلاص كده هو مستقبلك هيضيع. طب تعمل إيه؟ أصمت واسمع ودون. في بدايتها أقعد 3-4 أشهر أصمت واسمع ودون. مفيش أكتر من كده، حتى مع العمال ما تدردش كتير ولا تديش آراء أنت في حاجة ما تعرفهاش، عشان ما حدش ياخد عنك فكرة إنك أنت ما تعرفش. بمعنى انا دلوقتي لو جيت اديت اوردر للعامل والاوردر ده غلط هيفضحني بين الاماكن، اللي هو طب العمال شاطرين جدا ليه؟ شغال بايده مع مهندسين كتير وخد خبرات من مهندسين كتير اشتغل معاهم، فبالتالي عنده خبره. يعني المزرعه دي ما فضلتش على مهندس، ساعه مهندس يمشي يجيبوا حد غيره، وساعه يعمل مشكله فصاحب المزرعه يمشيه يعني، ما فبالتالي بالتاكيد العمال اثبت من المهندس، المهندس معرض انه يمشي في اي وقت لو عمل اي مشكله، لو سبب في اي خساره للمزرعه، تمام؟ فما تديلوش معلومه او ما تفتيش في حاجه انت ما تعرفهاش. طيب ما تاخدش برضه من العامل معلومه مباشره، بمعنى ما تجيش تقول له مثلا انا ما تعرفني والنبي اعمل ايه دي، هي زي بعض واعمل لي كذا. لما تيجي تدير المزرعه فعليا هيركبك، انا اسف يعني باللفظ القبيح ده يعني، يعني ايه؟ مش هتاخد قرار، لانه دايما هيفكرك بماضيك الاليم انك انت كنت محتاج له وانك انت ما كنتش تعرف اي حاجه، فلو جيت عملت معاه اي مشكله هيفضحك في اي مكان، هيقول له ده ما كانش بيعرف اي حاجه وانا كنت بديله وبعمل له، كان بيجي بيعيط لي عشان ياخد المعلومه. فعاوز تاخد منه معلومه خدها بذكاء، بص عليه من غير ما تحكي معاه ودون،
ودلوقتي الدوكيومنتيشن سهل جدا بالكاميرا، الكاميرا تصور يلا مفيش وتبدا تعمل فايلات لو عندك التليفون، الفايل ده بتاع المرض الفلاني، الفايل ده بتاع المحصول الفلاني، تمام؟ طب انا دلوقتي لو حبيت اخد منه معلومه اخدها ازاي؟ اساله بذكاء، ما اجيش اقول له انا ما عارفش، اقول له المهندس اللي كان قبل كده مثلا اللي كنت الطريقه دي كنت بتعملوها ازاي؟ لان انا عندي طريقه احدث، طريقه ممكن تكون حديثه شويه، فانا عاوز اشوف انتوا كنتوا بتعملوا ايه عشان اعرف، يعني حاجات من هذا القبيل. خليك مثلا ايه يعني ما تسالوش سؤال مباشر، حتى لو فهمك برضو مش هتكون ايه زي ما تيجي تقول له والنبي اديني ايه، والنبي بتعملوا ايه، والنبي قول لي بتعملوا كذا، ما ينفعش. وبعد كده انت لازم تكون شاطر، احنا قلنا لازم يكون عندك باك جراوند من البدايه، من اولى كليه. ابدا حدد هدفك من اولى كليه، عاوز تبقى ايه؟ يعني انا عاوز ابقى في التدريس، خلاص يبقى التدريس، عاوز ابقى في اللاندسكيب يبقى لاندسكيب، عاوز ابقى في المزارع الفاكهه يبقى مزارع فاكهه، عاوز اشتغل اخصائي تحاليل، اخصائي تغذيه، يبقى انا عارف هدفي هشتغل ايه. احنا قلنا النهارده هنتكلم عن مزارع الفاكهه للمبتدئ والحديث التخرج فقط، تمام؟ يعني بس عشان ما حدش يدخل على الفيديو يقول لي لا ده المعلومات دي قليله، المعلومات دي كتير، احنا ما هنتكلمش عن المهندس الزراعي البروفيشنال. احنا بندي هيد لاينز ومعلومات جايد للايه؟ للناس اللي لسه مبتدئه، ازاي تشتغل وازاي تدور على الشغلانه. ازاي تدور على الشغلانه؟ قلناها انك انت هتلف على المزارع، لو حتى امكن كل مره هتعمل لك مثلا رحله لاسكندريه 3 4 مرات تلف على المزارع الموجوده. اعرض نفسك، انا مهندس زراعي ومتخرج من كذا وكذا وكذا وبشتغل في وعندي خبره في كذا واشتغلت قبل كده، او انا لسه طالب في الكليه وعاوز اتدرب معاكم ومش عاوز فلوس. هما طبعا هيدوك فلوس مش ما هيدوكش فلوس، على الاقل هيدوك اكلك ومواصلاتك، فمش خسران حاجه، وهم هيستفيدوا برضه مش خسرانين، لانك انت هتشتغل معاهم كانك تكنيشن، كانك عامل، انا اسف، ومش شغلانه وحشه، لا ده حلو خالص، ده انت هتنزل تبداها من تحت، لما تيجي تطلع فوق هتتعرف تتعامل مع العمال ازاي، تعرف تسيطر عليهم ازاي، او تقول لهم يعملوا كذا او بيعملوا كذا، تمام؟ طيب دلوقتي انا رحت واشتغلت وسجلت ودونت، افضل في المزرعه اللي انا موجود فيها؟ لا قطعا، الا لو هيعلوك، بمعنى مش انا تحت التدريب هاخد مبلغ كذا، لا ابقى مهندس دايم. مهندس دايم يعني اخد مبلغ الفلان. طب ما تدوش، ما تمشيش وما تقولهمش انك انت ماشي، ابدا برضو خد الخبرات وابدا خليك موجود، ودور في الوسائل اللي احنا قلنا عليها من خلال انت احتكاكك بالمزارع هتجي لك فرص كتير، ما تقولش انك انت ماشي غير لما تلقى الفرصه. لقيت الفرصه، ما تعرضش نفسك انك انت حديث التخرج بقى على صاحب المزرعه، تقول له انا شغال في كذا وكذا وكذا، شغال في المزرعه الفلانيه وعندي خبره كذا واعرف في كذا، وتعرض ما تبقاش يعني ايه يقول لك الراتب الفلاني تقول له اه، لا فاصل معاه، لانه اصلا انت برضه بتتكلم في راتب، انت موجود في صحراء، فانت احسب اكلك وتكاليفك واحسب انك هتوفر كمان من الراتب بتاعك. في الوقت الحالي ما فيش حاجه بتقل عن 5000 جنيه 4000 في القليله قوي، يعني في مهندسين زراعيين بتاخد 6000 ومش راضيه، انها ما 6000 ما تعملش معاها حاجه بالنسبه لها، يعني مش هتضيف لها كتير. فبالتالي بس طبعا انت بدايتك ما تطلبش المطالب دي عاليه، ابدا سنه سنه. خلاص طب رحت المزرعه الثانيه، ما ابداش قرارات مع العمال الا بعد ما استكشف الموضوع لمده اسبوع او اسبوعين، اسيبهم اشوفهم شغالين ازاي، واقول لهم المهندس اللي كان قبل بيشتغل معاكم ازاي، واتعامل معاهم بود ولطف لغايه ما استكشف الدنيا كلها واعرف اخد قرار. ما تاخدش قرار الا لما تدرسه، بعد ما خلاص تمكنت وعرفت التفاصيل بتاعت المزرعه، اللي يكون ساعات بيكون فيها خبايا انت ما تعرفهاش، لازم تصبر شويه لغايه ما تعرف خبايا المكان وتاخد قراراتك.
ليه حد بيغلس، حد بينام ما بيصحاش بدري، حد بيقوم العمال عليك ما بيخليهمش ياخدوا الاوردر يشتغلوه، حد بيبوظ حاجة ما بيشتغلهاش بضمير، حد مكسل اصلا مش اهو بيقضيها وخلاص. تمام. فبالتالي استكشف العملية واعرف كل التفاصيل وبعد كده خد قراراتك. لو تقول للواحد لو سمحت انا مش محتاجك معايا في الفريق بتاع الشغل بتاعي كعمال، واعرف هتجيب منين. يعني انت هتمشي عامل، هتجيب عامل منين؟ وما تمشيش عامل مهام الا لما تعرف بيعمل ايه. يعني ما تروحش تمشي عامل الري او عامل التسميد وانت اصلا لسه ما تعرفش هيسمد ازاي ولا هيعمل ازاي والتفاصيل دي هي، او عنده خبايا ما تعرفهاش في الشبكه. ليه؟ الشبكه ساعات تكون فيها مشاكل جوه انت ما عرفتهاش، ما انت مش هتبص على كل المزرعه، المزرعه 100 فدان مثلا ولا 300 فدان، هتلف على خرطوم خرطوم ومعارف خرطوم خرطوم، وعارف في التسرب فين، وعارف الخرطوم المقطوع فين، وعارف النقاط اللي بايظ فين، وعارف المحابس اللي بايظه فين، وعارف الشبكه بتعلق معاه فين، وعارف الضغط فين عالي والضغط فين واطي في الشبكه. فما تحتكش بيه الا لما تعرف كل التفاصيل دي لو عايز تمشيه، بالذات بتاع اللي شغال على الري، ماسك الري والتسميد. تمام. دي نوتس بسيطه من حقيقة أنا اشتغلتها على فكرة الحاجات دي هي بإيدي. ليه؟ لما تيجي تشتغل الحاجة بإيدك تعرف تفاصيلها. فلما تعرف تفاصيلها تعرف حتى تدي أي حد قدامك، هتديله الخبرة بتاعتك وأنت مطمئن. الخبرة دي ما جاتش ببلاش، يعني الناس الواحد تعب فيها يعني عشان يجيبها. دي نوتس بسيطة عن المهندسين المبتدئين والناس اللي هم في كلية الزراعة، لسه في أولى كلية الزراعة وعاوز يشتغل مهندس زراعي في مزارع الفاكهة. إن شاء الله هنعمل فيديوهات لكل التخصصات بس نوتس بسيطة، وبعد كده هندخل في كل محصول محصول على حدة نفرزه من بدايته لنهايته، من أول الزراعة لحد الحصاد، كل العمليات الزراعية. ما تنساش تشترك في القناة لو عجبك الفيديو. لو محتاجين اي حاجة برضو قولولي في التعليقات انتوا عاوزين ايه. ما انتوا ممكن برضو تكون اتجاهاتكم مختلفة، في ناس اتجاهاتها مختلفة، يقول لي وانا هحضر له الماتيريال وان شاء الله نتكلم معاهم ونفيدهم باذن الله. نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.